هذه قال يا اخ والله فلان سوى عادي تشويها بس مثله مؤثر ترى الجمله صار مؤثر يقول لك كيف ما كنتوا يولى عليكم وكيف ما تكونوا يكونوا المشاهير والتافهين اللي يظهر اليوم فيكم انتوا ترى للتافهين الجماهير يعني نحن ننتقد المشاهير ونذمهم بعد ذلك التافهين الجماهير ف يقول لا متاول قول دايم نعيده يوجب علينا التوعية للتطور والتافه نذمه ونسمع جديده واللي التقينا به معاه نتصور واهل العقول الفارغة مستفيدة والدم ما به دم لجله يتفور ما حد يركز في الأمور الحميدة الشخص عدم تابعينه ينور يا سلام فا